يسعد مساكم متابعينا الأعزاء. الماضي وذكرياته اللي تحملنا إليه لنسافر عبر الزمن في رحلة تأخذنا إلى تفاصيلنا الصغيرة اللي دفنت في عقولنا الباطنة وبين حين وآخر تطفو على السطح فيعيدها أو فيعيدنا إليها فنجان قهوة أو رائحة عطر أو ابتسامة طفل أو اتصال هاتفي ممن سكن القلوب وتربعوا فيها لفترة من الزمان. وللذكريات أيضا بريق خاص يلمع في أذهاننا بين فترة وأخرى ليوقظ إلى مشاعرنا حنين العودة إلى لحظات السعادة التي عشناها في زمان أو مكان ما لتبقى محفورة في أعماقنا إلى ما لا نهاية. ويسعد مساكم متابعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث المساء، ونتمنى لكم إن شاء الله في هالساعة تكونوا معنا وفي رفقتنا بساعة إن شاء الله مميزة معنا من برنامج حديث المساء. مثل ما عودناكم دائما مشاهدين نبدأ معاكم حلقتنا بأهم العناوين نبدأها بالتالي: إدارة المستشفيات ثقافة مهمة للارتقاء بالمرضى. طبعا المستشفيات وإدارة المستشفيات وأمور كثيرة تخص المستشفيات من ناحية التنظيم والتثقيف والتنظيم وحتى وجود الأطباء الموجودين فيها، هذه أيضا مواضيع مهمة وكثيرة تهم المريض اللي يزور هذه المستشفيات. وفي خبرنا أو في أيضا عنواننا التالي: هوس المظهر الأنيق عن طريق التكميم. طبعا التكميم هذا العلاج السهل أو هذا اللجوء السهل اللي يمكن يروح للشخص، طبعا كثير من الأشخاص يمكن يلجؤون إلى هذا النوع من أنواع العمليات باستغنائهم طبعا عن رياضة وأمور كثيرة تساعدهم أكثر من هذا الموضوع، ولكن نتعرف أكثر عن هذا الموضوع اليوم من خلال أيضا تفاصيل الحلقة. وأيضا مشاهدينا في عنواننا التالي: أول مواطن حاصل على دكتورات التشريح البشري وبيولوجيا الخلية. طبعا هذه في فترة أو في حلقتنا اليوم راح يكون معانا أيضا فقرة لهم التحية اللي عودناكم عليها، راح نتعرف عنها أكثر في هذه الحلقة. وأيضا مشاهدينا مثل ما عودناكم دائما في حديث المساء نبدأ معاكم بعد الحلقة بطبعا الموضوع اللي يرافقنا في حلقتنا، واليوم موضوعنا جدا مهم. موضوعنا اليوم يتكلم عن ترتيب الأولويات. مثل ما نعرف أن ترتيب الأولويات هي من أساسيات النجاح ومن الأمور المنظمة اللي يمكن الشخص يلجأ لها من بداية يومه حتى نهاية اليوم. دائما أنا يعني من الأشخاص اللي أفضل الأشخاص اللي يضعون لنفسهم جدول في بداية الأسبوع منظم وقته أو مرتب أولوياته خلال هذا الأسبوع. في بعض الأحيان يمكن نستغرب من الأشخاص يقول أنا يعني ما أعرف شو سويت في هالأسبوع أو ما أعرف شو سويت خلال هاليوم أو ما أنجزت في هاليوم. يعني هذا الشخص يمكن موضع لنفسه أولوية، موضع لنفسه خطة استراتيجية يمشي عليها في يومه. دائما هذه الأمور تفيدنا في حياتنا اليومية، تفيدنا في أيضا الحياة الخاصة، يعني مش بس على مستوى العمل أو الوظيفة إنما حتى على مستوى الأسرة أو حتى الحياة الخاصة. دائما بعد في حتى فترات السفر في كثير من الأشخاص يحطون لنفسهم جدول زمني معين أو خطة يرتبون فيها أولوياتهم في هذه السفرة. يمكن السفرة تكون يعني في أيام قليلة أو مدة بسيطة، ولكن ترتيب الأولويات في هذه السفرة يختصر عليك أمور كثيرة في الموضوع هذا، يعني تزور أماكن كثيرة، تتعرف على ثقافات كثيرة من خلال ترتيبك لأولوياتك في هذا اليوم أو في هذه السفرة. يفضل يعني دائما الأشخاص اللي فعلا يعني يرتب أولوياته، يوضع لنفسه جدول متكامل خلال اليوم أو خلال الأسبوع أو خلال الفترة هذه. أنا من الأشخاص الصراحة اللي أحب إذا سافرت مع شخص أو سافرت مع أحد أن أكون وضعت لنفسي جدول أو وضعت خطة زمنية خلال هالوقت. أنا رايح مثلا مدة أسبوع، شو راح يكون عندي في هالأسبوع أو الأماكن اللي راح أزورها خلال هالأسبوع. هذه تساعد أيضا في نجاح السفرة أو في أيضا الشخص يكون غير نفسيته أو غير مزاجه خلال هذه السفرة. وبعد من الأشياء الثانية، يعني بما أن اليوم زميلنا عمر في إجازة يستفيد شوي من هذا الكلام، ترتيب الأولويات بعد ينطبق على الأشخاص اللي يمكن يأخذون إجازات أو يطلعون إجازاتهم الدورية أو السنوية في على مستوى العمل. ترتب أولوياتك سواء كانت إجازة قصيرة أو إجازة طويلة، ترتيب الأولويات تندرج أيضا تحت يعني إن أنا في هذا الأسبوع اللي خدت فيه إجازة وين راح أروح؟ وين راح أزور الأماكن اللي راح أزورها؟ شو الجدول اللي راح أنظمه خلال هذا الأسبوع؟ شو الأمور اللي راح أقوم فيها تساعدني في نجاح هذه الإجازة أو استغلال هذه الإجازة؟ فطبعا دائما احنا نتكلم عن تحقيق الأولويات وعن إنجاز الأولويات. اليوم الأشخاص اللي يمكن يعملون في مشاريع خاصة أو عندهم أمور خاصة يقومون فيها في حياتهم اليومية
غير العمل أو غير بيئة العمل اللي عايشينها، في كثير أشخاص عندهم مشاريع خاصة أو عندهم بعض الالتزامات الخاصة سواء تجارة أو غيرها من هذه الأمور. ترتيب الأولويات في هذا الموضوع بالذات في يعني زيادة التجارة أو نمو هذه التجارة الخاصة من الأمور المهمة. زرت بعض المطاعم أو بعض الكافيهات اللي موجودة في طبعا المنطقة، في جدول معين، في خطة زمنية معينة يمشون عليها في هذا المطعم أو في هذا الكافيه، رتب فيها أولويات المطعم اللي هو حاب يوصل له خلال هذه الأيام، أو بعض الوجبات اللي حابه أن يوصل أو يوصل إلى رضا الجمهور من خلالها، فهذه تندرج تحت أن رتبت أولويتي، أنا شو اللي حاب أن أوصل له خلال هذا المشروع، شو الجدول أو شو الخطة اللي أنا محطنها تقريبا لحتى بعد 5 سنوات أو بعد 3 سنوات أو حتى في هذا اليوم، الخطة اللي أنا حطيتها أو شو الجدول اللي أنا راح أستثمر فيه خلال هذا اليوم. ترتيب الأولويات حتى على مستوى الدراسة، حتى على مستوى الأبناء. اليوم في كثير من الأهالي يمكن يشكون ضيق الوقت بالنسبة للأبناء على مستوى الدراسة أو على مستوى التعليم في المدارس أو غيرها. في حال أن ترتبت أولويات هذا الطالب أو رتب الطالب نفسه أولوياته أو علمنا الأبناء أو علمنا عيالنا يرتبون أولوياتهم خلال هذا الجدول في المدرسة، راح تكون الأمور هذه كلها متماشية بسلاسة. يعني يمكن فترات الظهر في جدول معين يقوم فيه الطالب، العصر، المغرب، العشاء، هذه أولويات تمشي عليها أو يمشي عليها الطالب، لأن فعلا في المستقبل أيضا تفيده أن هذا وضع نفسه خطة زمنية معينة انتظم فيها من صغره إلى حتى وصل إلى يعني مراحل متقدمة في طبعا العمر. هذا مشاهدينا موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ترتيب الأولويات. اختصرنا لكم بأمور يعني جدا بسيطة، ولكن أتمنى أنكم استفدتم معنا من خلال هذه المواضيع اللي طرحناها. والحين مثل ما عودناكم بعد مشاهدينا ننتقل معكم إلى أخبار مواقع التواصل الاجتماعي اللي اخترناها لكم ونبدأها معكم بالتالي. خبرنا الأول يقول الشارقة السينمائي الدولي ينطلق 13 أكتوبر المقبل. وفي تفاصيل الخبر، يستعد مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب الذي تنظمه مؤسسة فن المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة بالدولة لإطلاق دورته 7 خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 18 أكتوبر القادم، وبمشاركة نخبة واسعة من النجوم وصناع السينما العرب والعالميين. وسيركز على تقديم أعمال سينمائية مستوحاة من الكتب، احتفاء بحصول إمارة الشارقة على لقب العاصمة العالمية للكتاب 2019، اللقب الثقافي الأرفع عالميا الذي توجت به إمارة الشارقة، للتأكيد على أهمية الكتاب ودوره في صناعة الفنون، وأن الواقع السينمائي يحفل بالكثير من الأعمال الخالدة المستوحاة من الكتب، وأيضا ينتج المهرجان لعشاق السينما التنافس على جوائز ضمن الفئات السبع التي يقدمها المهرجان. بالتأكيد اليوم هذه المهرجانات للأطفال، مهرجانات الثقافية اللي دائما يعني تفيد الأطفال، دائما اللي يمكن الطفل يركز من خلالها على صناعة محتوى، على صناعة مادة إبداعية. احنا أكيد بعد على موعد بطبعا مهرجان المسرحيات القصيرة اللي راح نشوف من خلاله أمور كثيرة يمكن يعني يبهرونا فيها طبعا الفئات أو فئات عمرية جديدة طالعة على الساحة من خلال هذه المحتوى اللي يقدمونه أو هذه المسرحيات أو الأعمال المميزة. فنتمنى لهم التوفيق في طبعا إدارة السينما أو أيضا المسرح في إمارة الشارقة. ومشاهدين انتقالا إلى خبرنا التالي، إدارة التثقيف الصحي تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج وازن. عقدت إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة اجتماعها التنسيقي الأول استعداداً لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج وازن المسح الصحي الأول لموظفي حكومة الشارقة، إحدى مبادرات الإدارة الذي أطلقته تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بشراكة استراتيجية مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة. ويستهدف أيضا موظفي 60 جهة ودائرة حكومية على مستوى مدينة أو إمارة الشارقة والمنطقتين الشرقية والوسطى من الإمارة.
هذه الأمور يعني التثقيفية الصحية اللي اليوم نشوفها في إمارة الشارقة، اليوم نشوف انتشارها بشكل كبير من ناحية طبعا خبراء ومختصين ويعني أطباء أيضا يختصون بهذه الأمور، تساعد بشكل كبير في إبراز بيئة مثالية ومميزة للموظف. فأكيد هذه المبادرة الطيبة الجميلة في إمارة الشارقة ليست بالغريبة ولا أيضا بالجديدة، إنما هذه مبادرة مميزة تقوم فيها دائما إمارة الشارقة. وأيضا مشاهدينا، انتقالا إلى خبرنا التالي، المكتب الثقافي بالشارقة ينظم ندوة النقد الأدبي الحاضر الغائب تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة. يستعد المكتب الثقافي والإعلامي لتنظيم ملتقى النقد الأدبي الحاضر الغائب، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس من 18 إلى 19 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن الدورة الثانية من جائزة الشارقة للإبداعات أو لإبداعات المرأة الخليجية. ويتضمن الملتقى 6 جلسات أدبية تناقش أوراق العمل خلالها حول أغلب التحديات والمشكلات التي تواجه النقد الأدبي اليوم. يتزامن مع جلسات الملتقى أيضا وعقدت جلسة الطاولة المستديرة، يتحدث فيها عدد من محرري الأقسام الثقافية في الصحف المحلية عن الصحافة الثقافية وهل تعتبر مرآة نقد غير عاكسة حاليا، وأيضا يديرها الأستاذ مرعي الحليان. مثل ما ذكرنا طبعا اليوم جلسات النقد أو أمور المسرح أو الأمور الثقافية في إمارة الشارقة يديرونها خبراء متخصصين في هذا المجال. يعني اليوم الأستاذ مرعي الحليان من الأشخاص اللي عاصروا هذا المجال أو تعايشوا مع هذا المجال، فأكيد راح يكون ملم بأمور كثيرة تخص هذا المجال سواء من سلبيات أو إيجابيات تطرح على هذه الطاولة، وأكيد راح تكون لها مخرجات مميزة وجميلة. وأيضا مشاهدين، انتقالا إلى خبرنا التالي، مدينة الشارقة للإعلام تنظم ورشة الموسيقى التصويرية السينمائية. نظمت مدينة الشارقة للإعلام الشمس ورشة الموسيقى التصويرية السينمائية ضمن مشروع التجربة الفنية الإماراتية، المشروع الأول من نوعه في إنتاج أول فيلم إماراتي عربي من صنع الجمهور على مستوى الوطن العربي، وذلك في غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبمشاركة عدد من أعضاء الفرق المشاركة في التجربة الفنية الإماراتية وعدد من المحليين أو مهندسي الصوت. وأيضا تعد التجربة هذه الفنية الإماراتية إحدى مبادرات مدينة الشارقة للإعلام شمس التي تطمح لتعزيز المواهب والكوادر المحلية واحتضانها من خلال برامج تنموية وعروض خاصة لتحفيز تشكيل شركات إنتاج ناشئة. طبعا اليوم مدينة الشارقة أو مدينة الشمس اليوم تطلق هذه البرامج وهذه الأعمال المميزة السينمائية أو المسرحية، فهي تتميز فيها اليوم نشوف هذا المحتوى من صناعة الجمهور أو من اختيار الجمهور، فهذا يعتبر انطلاقة جميلة لطبعا الجمهور لإبداء آرائهم في أمور كثيرة أو أن يتعمقون أكثر في هذا المجال. يمكن اليوم أكثر الأشخاص أصبحوا أو أصبح ما في مجال أن نقول ما في فرصة أن أنا أصنع فيلم أو أنتج هذه الأفلام، اليوم مدينة الشمس تطرح لهم هذه الفرص أو تعطيهم هذه الفرص للإبداع في طبعا خشبة المسرح أو أيضا في عالم السينما. وفي خبرنا التالي مشاهدينا، انطلاق منتدى سلامة الطفل الأول إعلام مسؤول طفل آمن الثلاثاء برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. تنطلق الثلاثاء فعاليات الدورة الأولى من منتدى سلامة الطفل الذي تنظمه إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس تحت عنوان إعلام مسؤول طفل آمن، بهدف تسليط الضوء على الواقع الإعلامي الإماراتي في مجاله أو في معالجة القضايا وقضايا الطفل، ويناقش التداعيات الاجتماعية والنفسية والقانونية لأيضا التجاوزات المهنية ضد الطفل وسبل تطوير وترسيخ ممارسات ومعايير إعلامية مناصرة للطفل، إضافة إلى تعزيز الريادة الإماراتية في رعاية الأطفال وضمان حقوقهم في وسائل الإعلام الإماراتية المرئية والمسموعة والإلكترونية.
طبعا يعني كل الشكر والتقدير لإمارة الشارقة ولحكومة الشارقة ولسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي على دعمها اللامحدود للأطفال واهتمامها اللامحدود بطبعا الأطفال على مستوى العالم، فيعطيهم العافية على هذه المجهودات المميزة لليوم نلمسها على الأطفال في طبعا إبداء الآراء أو أيضا راحة الأطفال من خلال بعض الأعمال والإبداعات اللي يقدمونها، فكل الشكر لهم على هذه المجهودات الكبيرة اللي يقومون فيها. طبعا مشاهدينا هذه كانت الأخبار اللي أخذناها لكم اليوم من وسائل التواصل الاجتماعي. الحين راح ننتقل معكم إلى أيضا فقرة لهم التحية اللي مثل ما عودناكم دائما في حلقة يوم الأثنين نسلط الضوء على أحد أبناء الدولة لما قدموه من إنجازات في كافة المجالات، واليوم بنتعرف معكم على أول مواطن حاصل على دكتورات التشريح البشري وبيولوجيا الخلية في السطور التالية. طبعا مشاهدينا المواطن الدكتور رشيد الحمادي هو بروفيسور في جامعة الإمارات متخصص في التشريح البشري وبيولوجيا الخلية، أيضا له علوم الأعصاب. في عام 2015 تم تكريمه ضمن 44 شخصية إماراتية من مبادرة أوائل الإمارات بصفته أول من يحصل على درجة الدكتوراه بمجال التشريح البشري وبيولوجيا الخلية، وبعد أيضا حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة فيلانوفيا بولاية بنسلفانيا في طبعا الأمريكية من عام 1990. إذن مشاهدين احنا مستمرين معاكم في برنامج حديث المساء، ولكن راح نطلع معاكم إلى فاصل قصير ونرجع بعد هذا الفاصل نتواصل، خلكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل مستمرين معكم في برنامج حديث المساء. طبعا مشاهدينا المستشفيات سواء كانت حكومية أو خاصة تخضع لقوانين الإدارة الخاصة بالمؤسسات الخدمية والخدمات المقدمة، وهدفها في المقام الأول تقديم أفضل رعاية للمريض، وأيضا هذا يأتي بالإدارة الجيدة للمستشفيات، والإدارة بمفهومها العام تعني التدبر في استخدام المواد المتاحة لتقديم أفضل خدمة وخفض التكلفة إلى أدنى حد يحقق ربحية أو دون أيضا التضحية بجودة الخدمة المقدمة وعدم إرهاق المريض وتحملها مصروفات عالية. وأكيد بنتعرف على هذا الموضوع على طبعا إدارة المستشفيات، يسعدنا أن تكون معنا اليوم مدير العمليات الإدارية بمجموعة كورنيش الشارقة الأستاذة عزة عوضية. مرحبتين أستاذة عزة. أهلا وسهلا. حياك الله. أهلا بك أستاذة عزة. في طبعا بداية الحديث لو تكلمنا عن أغلب الصعوبات اللي تواجه المستشفيات اليوم خاصة في مثلا أوقات العمليات. أغلب المشكلات اللي بتواجه المستشفيات سواء كانت قطاع عام أو قطاع خاص أقدر ألخصها في ثلاث مشاكل رئيسية. أول حاجة بنواجهها في المشاكل أول مشكلة بنواجهها تغيير الدائم للموظفين. طبعا بعد ما بيكون عندك كادر طبي أو كادر إداري ولازم تكون معرض أن فجأة بيتغير الكادر، فجأة لازم تستبدله أو هو بيحب أن هو يغير، فده بتواجه مشكلة لأن أنت بذلت مجهود وبذلت من علمت الشخص فعلا، ولازم تكون جاهز أن أنت فجأة ممكن أن لازم تجد البديل في أقرب وقت.
حاجة تانية كمان لازم ان احنا دايما نكون بنتسابق مع الزمن، ان احنا نكون على دراية بالجودة، لان احنا بنخضع لقوانين دايما بتتغير من وزارة الصحة سواء في اي مكان في العالم. فعلا صحيح. فلازم ان احنا نكون مدركين قوانين الجودة وازاي ان احنا نرتقي بالخدمات باقل التكلفة الممكنة، وفي نفس الوقت ان انت تحوز على رضا المريض وتحوز على رضاؤه وعلى ان انت قدمت خدمة يكون هو راضي عنها. اكيد صحيح. دي من اهم المشكلات اللي احنا بنواجهها في الادارة، اللي هو التغيير الدائم، ان انت لازم تكون مدرك للجودة اللي بتتغير على طول. القوانين بتتغير اكيد من وقت للتاني وتختلف تقديم الخدمة فعلا. بالضبط. جميل. ايضا استاذة عزة، لو تكلمنا عن ما هي اللي او كيف تشوفين يوم تقييم او رضاك عن هذه المستشفيات اللي يمكن تستوعب اعداد معينه من المرضى، كيف تشوفين استيعاب المستشفيات اليوم الى هذه الحالات؟ انا بشوف دلوقتي ان احنا ما شاء الله عندنا الاستيعاب احسن من اول كتير، في عندنا في انتشار واسع في القطاع الصحي هنا ما شاء الله، سواء القطاع الصحي الخاص او القطاع الصحي الحكومه، وكلهم بيندرجوا في نفس قائمة الكواليتي اللي بتحددها التعليمات أو القوانين وزارة الصحة. لازم ما فيش حد يتعدى القواعد الرسمية اللي بترسمها لنا وزارة الصحة القوانين. فأهم حاجة عندنا الكواليتي أو الجودة. الجودة إزاي أن أنت تسابق، أن أنت تكون أفضل. بالضبط، أفضل من غيرك طبعا. أكيد. جميل. تقديم الخدمات هذه اليوم نسميها التنافسية في مجال العمل. مظبوط، التنافسية لازم تكون موجودة، لأن مش كل مريض عنده القدرة المادية أنه يقدر يتحمل العلاج. فعلا. تكاليف الأمور كثيرة. صحيح. فلذلك بعض إحنا بالنسبة لنا إحنا في المجموعة بتاعتنا، يعني مثلا مجموعة اللي هي زي أنجل أوريبيان، اللي هي يعني عملت مبادرة كبيرة جدا في شمال الإمارات. في قطاع كتير جدا مش مغطى من التأمين الصحي. فعلا صحيح. فإحنا مجموعة الأنجل أوريبيان اللي هي بتتمثل في مستشفى أمينة في عجمان، ومجموعة كورنيش الشرقة في الشرقة، تسهيلات مقدمة، تسهيلات تقدمت لبعض الجاليات اللي حست إن يعني إن فعلا في أمس الحاجة إن هم يكون عندهم بطاقات مزايا وبتكون فيها مميزات جدا جدا. فعلا. في الخدمات الصحية والخدمات الطبية والعلاجية والجراحية. هذه طبعا خاصة بالمجموعة. بالمجموعة بتاعتنا. مظبوط. جميل. استاذ عزة، ما أهمية تخصيص إدارة مستشفيات في وقتنا الحاضر؟ أهمية تخصيص الإدارة ده شيء مهم جدا، لأن القطاع يعني كل الدول المتقدمة أدركت أن إدارة المستشفيات ده علم مهم جدا. ولذلك معظمنا دلوقتي إحنا ممنوع، يعني لازم عشان تشتغل في إدارة المستشفيات أو إدارة المراكز الطبية لازم تكون أولا مؤهل علميا، لازم تكون ثانيا أن أنت على دراية بالكادر الطبي وبالمعلومات الطبية، بالإضافة أن لازم تثقل المعلومات دي بدراستك. يعني أنا كان من أهم الشروط أن أنا في المجال بقالي 12 سنة، مجالي شوية يعني أخذت الدبلومة في إدارة المستشفيات عشان أكون أكثر تخصص في مجال شغلي، وعشان إن أنا أثبت نفسي وإن أنا كمان أحسن من نفسي، وبناء عليه كمان إن أنا أقدر أفيد المجموعة اللي أنا بشتغل فيها. فعلا. تمام. تطوير هذه المجموعة. التطوير. يعني مثل ما تقولين روح العمل الواحد وروح الفريق الواحد. روح الفريق. جميل. مزبوط. جميل. أستاذ عزة، ما هي المعايير اللي اليوم إذا تكلمنا عن إنشاء مستشفيات، ما هي المعايير اللي يجب أن تتواجد لإنشاء مستشفيات؟ كادر طبي ممتاز اللي هو بيتمثل في الأطباء، ده أهم حاجة في قبل الإدارة. لازم إن إحنا إزاي نختار الكادر الطبي الممتاز اللي هيقدر يتوافق مع المتطلبات للمريض. كمان الكادر الإداري كمان لازم يكون برضو يكون مؤهل جدا. طبعا. الكادر الإداري لازم إن إحنا برضو لازم نكون مدركين إن إحنا بنواجه صعوبة كمان، ان انت بتتعامل مع عينات مختلفه من البشر ومن المرضى. فلازم ان انت تكون على استعداد ان انت تستوعب كل العقليات، كل فئات مختلفه. فعلا. فئات. صحيح. مختلفه. فلازم تكون مستعد، ولازم التدريب دوت ما يكونش بطريقه يعني نظاميه، لا يكون بطريقه دوريه. لازم دايما يكون في تدريب للاستاف عندك ان انت ازاي تستوعب اللي قدامك سواء كطبيب او كاداري. الدورات المقدمه يعني. بالضبط. جميل. استاذ عزة، اليوم اغلب المرضى او اغلب المراجعين اللي يزورون المستشفيات يمكن
ما يلتفتون بشكل كبير إلى الجانب الإداري، إنما يلتفتون إلى الجانب الطبي أو الطاقم الطبي الموجود في هذه المستشفيات، ولكن كيف يمكن للإدارة أن تؤثر في المريض؟ بالعكس، أنا أكثر المشاكل بواجهها في المركز تبعنا إن معظم المرضى راضيين عن الأطباء مش راضيين عن الجانب الإداري. متمثل مثلا، هديك مثل، البيشنت جاي لدكتور قلبية سين إكس من الأطباء مشهور عندنا وعنده استعداد يقابله، بس انتظاره بيلوم على الإدارة إن الإدارة مش يعني ما عملتش مانج للتوقع، ما جتش على مستوى توقعاته. المريض بيبقى جاي ليقابل الدكتور، فورا عايز يقابل الدكتور، مش بيقدر ان الدكتور ممكن يكون عنده مريض تاني او الدكتور هياخد وقت اكتر مع مريض كحاله طارئه، فاللوم بيجي كله على الاداره. فلازم الاداره تكون مستوعبه، سوء التنظيم وغيره بالظبط. فلازم الاداره تكون مستوعبه لان اللوم كله بيجي على الاداره مش على الطبيب. جميل، ولكن في مثل هذه الظروف مثل ما ذكرت انه يمكن هذا من المواقف اللي صارت، من ضمن الاف المواقف اللي صارت طبعا. تمام، في هذه الظروف وفي هذه الحالات كيف للاداره انها يعني تكسب هذا او تكسب هذا الشخص او انها ترضي هذا الشخص؟ في كل الاحوال المريض دايما على حق، ده قاعده عندنا في الاداره، المريض على حق ولازم نمتص غضب المريض ولازم نحاول نرضيه باي طريقه. لازم نكلم المريض، الدكتور كمان بيتدخل في بعض الاحيان عشان يعمل بالانس بين الاداره وبين المريض، ان هو يشرح له ان التاخير يعني كمثال من عند الطبيب مش من الاداري. في كل الاحوال لازم المريض، احنا عندنا تارجت ما فيش مريض يطلع هو غضبان من المركز الطبي او من المستشفى عندنا، لازم يكون راضي لان في الاول والاخر هو مريض، فاحنا لازم ان احنا نتحمل حالته. مش ان هو جاي، مش كاستمر رايح يشتري من عندك بضاعه وماشي، لا هو جاي بالم وبمرضه، فاحنا لازم ان احنا نستوعبه. ممكن يكون ايضا مستمر بشكل بفتره طويله. جميل، بالضبط. استاذ عزه، انتم كاداره او اداره مستشفيات اليوم كيف يتم اختيار هذا الطبيب؟ ما هي المعايير او المواصفات اللي يمكن تنطبق على هذا الطبيب؟ هل يخضع الى مثلا يعني بعض الامور او بعض الاختبارات وبعض من هذه الامور؟ شو هي المعايير اللي يمكن يتم خلالها اختيار الطبيب؟ اول حاجه طبعا لازم يكون الطبيب، اول خطوه يكون الطبيب مرخص من الاداره الصحيه بوزاره الصحه. في عندنا ثلاث انواع ترخيص، سواء ام او اتش او هاد او دي اتش اي، اللي هي بتنقسم في الدوله. بالنسبه لشمال الامارات بتخضع للام او اتش، فلازم يكون مع الطبيب ترخيص الام او اتش. الام او اتش وزاره الصحه في دبي، خاصه بشمال الامارات. لازم يكون معاه ترخيص. حاجة تانية كمان، إن الدكتور بيخضع لاختبارات في مدير أطباء، ميديكال دايركتور. الدكتور بيتقدم عندنا، إحنا كإداريين إحنا بنعمل تقييم، بس في الأخير بيرجع للطبيب لنفس التخصص بس هو سينيور أكتر منه. حلو، فلازم يكون في تقييم يجي نهائيا من الطبيب اللي هو نفس التخصص بس هو الأقدم منه. يعني يكون في تدرجات مثل ما تقولين، تدرجات الأطباء، يعني الطبيب وفي المدير، مدير الأطباء. جميل. اليوم أستاذ عزة، لو تكلمنا عن المستشفيات أو إدارة المستشفيات، برأيك يعني ما هي الأولوية عند الإدارة؟ هل المعدات أو الأجهزة الموجودة أم المريض نفسه؟ المريض نفسه، بإمكانية توافر المعدات، بأقل الإمكانيات لازم إن احنا ندي أحسن خدمة. المريض له الأولوية عندنا بأقل الإمكانيات، احنا لو حتى إمكانياتنا أقل من المتوقع لازم يكون رضا المريض أكتر من المتوقع، لأن ده في الأخير حينعكس علينا إن احنا كمكان بنقدم خدمة صحية ممتازة، إن احنا مش مكان. طبعا مما لا شك فيه طبعا في مجال ربحي طبعا في القطاع الخاص، بس احنا كاداره وبنتبعها لشركه انجل اوريبيان، احنا عندنا سياسه كلنا بنحفظها، المريض اولا واخيرا. في الاخير نحقق الربح المعقول، بس لازم يكون في رضا من المريض اكثر من ممتاز. جميل. استاذ عزه، اليوم احنا يعني يمكن حتى اغلبنا لما نزور المستشفيات او نزور المراكز الطبيه، يمكن بالنسبة لنا أن هذا المكان مكان سلبي أو مستشفى أكيد. أو غيره، فيكون جانب سلبي. كيف يمكنها تتغير هذه النظرة أو تتغير هذه الرؤية من قبل الإدارة؟ بتقديم خدمات أحسن للمريض فيحس بفرق طبعا. أكيد المريض لو زي ما قلت لحضرتك، المريض لو راجع، لو جاي عندنا بيراجع أي طبيب وجاي بالألم وبعدين ضيع وقت كتير في الانتظار، طبعا أكيد هيبقى في عنده ضغط نفسي أكتر من الألم الجسدي اللي عنده. ان احنا نحسن الخدمه، ان نتواصل مع المريض، ان ناخد اولا ناخد الفيدباك من المريض اذا في عنده اي مشكله. طبعا اكيد المريض، نقلل وقت الانتظار للمريض، ده بينعكس على المريض.
تقديم بعض الخدمات الإضافية زي مثلا تسهيل أو مساعدة المريض. صحيح. دكتور بس مش بيقابل المريض، لا الدكتور بيوصف له يعمل مثلا أشعة، يعمل تحاليل دم. إن إحنا لو نسهلنا على المريض وإن إحنا نستقنا بينه وبين الأقسام التانية، المريض هيحس بسهولة وبيسر، وإن هو هيكون فعلا راضي عن الخدمات عندنا. فعلا. المريض كمان بيجي، طبعا معظم المرضى عندهم تأمين صحي، فالمريض بعد ما بيعمل الاستشارة طبعا بيكون في انتظار للموافقة من التأمين الصحي. إن إحنا ما ننتظرش إن المريض يعني أنت كمريض لما تتصل، لما تيجي عندي وتزور القلبية ومستني، ما تنتظر الوقت هذا، لا كمان. إحنا نتصل بيك تفضل في موافقة جيت عند حضرتك وده الموعد، هتحس طبعا بخدمة طبعا مميزة طبعاً. أكيد. يعطيكم العافية على هذه المجهودات أستاذ عز عوض، كل الشكر لك على وجودك معنا اليوم، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هذا المجال. شكرا لك. إذا مشاهدينا ننتقل معكم الآن إلى تقرير من تقارير هذا المساء، ويعتبر الدعم الذي تعطى به المشاريع الصغيرة والمتوسطة جل اهتمام الحكومة الرشيدة، سواء كان ذلك عن طريق الدعم المعنوي أو المادي، لما يمثله من قوة دافعة ومحفزة للشباب للدخول إلى عالم التجارة والأعمال الحرة. وأيضا من الضرورة أن يتخذ الشاب الخطوة الأولى والمبادرة والابتعاد عن حالة التردد والخوف، وأيضا المغامرة لدخول في هذا المجال، ولأكيد بنتعرف عليها من خلال تقريرنا التالي. تشكل شريحة الشباب محوراً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تحققها إمارة الشارقة والمنطقة الشرقية بشكل خاص، من خلال تقديم حزم دعم متكاملة لرواد الأعمال الشباب من أجل تعزيز مساهمتهم في نمو الاقتصاد الوطني وتحفيزهم على التوسع في مجال الأعمال من خلال مشاريع ريادية ناجحة. المشروعات الصغيرة هي الاستثمارات التجارية والإنتاجية التي تهدف إلى توظيف الطاقات والجهود في مشروع بسيط وصغير، وتتنوع نشاطات ومجالات المشروعات ما بين الحرفية والتجارية واليدوية التي تعتمد على المهارات والقدرات الفردية. يبحث العديد من الشباب في المنطقة الشرقية عن مشاريع صغيرة مثل المطاعم والكافيهات وغيرها التي توفر لهم دخلا ثابتا وتبقيهم ضمن دائرة العناصر المنتجة والفعالة في المجتمع، ويكون من السهل عليهم إنشاء هذه المشاريع وتحقيق الأرباح. طبعا مثل ما ذكرنا لكم مشاهدين، المشاريع دائما تبدأ بمشاريع صغيرة أو مشاريع متوسطة، ولكن في المستقبل تكون سلسلة من المشاريع للأشخاص اللي فعلا يحبون يخوضون هذه المجالات أو يخوضون هذه التجربة ويبتعدون عن الخوف. فنتمنى لكم كل التوفيق، وأيضا نتمنى لكم دخول هذا المجال، مجال الأعمال، وإن شاء الله تتيسرون في هذا المجال. مشاهدين مستمرين معكم في برنامج حديث المساء، ولكن عندنا وقفة قصيرة ونرجع بعدها نتواصل، خلكم ويانا. عودة لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، مستمرين معاكم في برنامج حديث المساء. تعد عملية تكميم المعدة إحدى جراحات السمنة المتطورة اللي تساعد مرضى السمنة المفرطة في الحصول على الجسم المثالي وخسارة كميات كبيرة من الوزن الزايد. فالسمنة هي الزيادة المفرطة للوزن مع زيادة نسبة الدهون في الجسم، وأيضا قد تتسبب بعدة أمراض قد تكون خطيرة ومزمنة. اليوم بنتعرف أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتور محمد محمود شحاتة، أخصائي جراحة عامة. مرحبا بك دكتور، مساك الله بالخير. مرحبا بحضرتك. يا مرحبتين. اليوم يعني موضوع السمنة هذا يمكن من أكثر المواضيع السائدة أو المنتشرة، أو اللي حتى عليها تساؤلات حول قص المعدة أو غيره من هذه الأمور. ولكن في البداية دكتور، عرفنا عن السمنة وأسباب السمنة. هو حضرتك بالنسبة للسمنة المفرطة، إحنا بنحسب بنقول للمريض أنت عندك سمنة بناء على حساب معادلة كتلة الجسم، وده بتبقى عبارة عن أن إحنا بنقسم الوزن على مربع الطول، فبالتالي بيطلع عندنا ناتج. لو تحت 25 ده بيبقى الوزن المثالي، اللي هو معناه ان الطول الوزن مناسب لطول
هذا الشخص. أما لو ما بين زاد عن 25 لغاية 30 ده بتبقى ممكن نقوله زيادة في الوزن، وده غالبا بيحتاج إن إحنا بيبقى توجيه للإكسرسايز للتمارين الرياضية وتغيير النظام الغذائي بتاعه. ممكن غالبا بيبقى الأشخاص دي بتبقى النظام الغذائي فيه مشكلة بنعدله له، نظام الأكل، تقليل الدهون، عدم الاعتماد على الوجبات السريعة، ودي من ضمن أسباب السمنة اللي هنتكلم فيها بعد كده. أما لو ما بين 30 ما بين 30 ل 40 بنقسمها بيبقى على حسب كل درجة. بنقبل المريض عندنا بين خيارين، يا إما جراحة يا إما برضو بيمشي بنفس القصة اللي هي التمارين الرياضية مع تظبيط الأكل مع ممكن نعتمد بعض الأدوية معها في هذه المرحلة. يعني بعض في المرحلة دي لو بعض المرضى ما استجابوش، في مرضى ما تستجبش صح، بنحتاج ان احنا نتدخل جراحي. فوق الأربعين بتسمى سمنة مفرطة، فوق الأربعين بتسمى سمنة مفرطة، وفي المرحلة دي المريض بيحتاج ان احنا نتدخل مع جراحي بأيا كان من عمليات الجراحية، ودي انواع ممكن برضو نتطرق لها بعد كده. جميل. ولكن دكتور اليوم يعني اصبحنا نشوف الاشخاص او الاشخاص المصابين بهذا الشيء اللي هي موضوع السمنه اصبحوا يتجهون الى اسهل حل اللي هو قص المعده او العمليات التكميم اللي قاعدين نشوفها اليوم. يمكن حتى ما تجاوزوا الحد او الرقم اللي قلته، ولكن اصبحوا يتجهون الى اسهل حل. تمام. فما هي لو تكلمنا عن مخاطر هذا الموضوع؟ هو الموضوع ده انا عايز بس اودي فيه ملحوظه معينه في الحته دي، ان ده بيعتمد على الطبيب المعالج. هو المفروض المريض عندنا بيعتمد على ان انت لازما بتثقفه طبيا، هو مش مطلوب منه ان هو يبقى دكتور، ومطلوب من الطبيب اللي هو يوضح له العمليه ومخاطر العمليه وايه الخيارات المتاحه قدام منه، وبناء عليه المريض بطبيعته ذكي فهو هيبدا يختار الحاجه اللي تناسبه. فده بتعتمد على توضيح مخاطر العمليه. يعني انا المريض لازما مش اقول له ان انت هتعمل عمليه ومجرد هتتخدر فخلاص هتتقص المعده بعد كده مش هتحس بالجوع ووزنك هينزل، فهو بالتالي انا بوجهه بطريقه لا شعوريه انه يختار الجراحه. انما انا لما اوضح له في وقت معين ان الجراحه دي ضروريه حتى وان لها مخاطرها فدي مهمه، وقلنا حضرتك دي علاج السمنه المفرطه، لان هي دي في الوقت ده هتبقى مش عمليه تجميليه انما هتبقى عمليه علاجيه لتظبيط السكر وحاجات كتير جدا، حتى النفس، ضبط النفس لو كان مريض قلب بيرتاح، يعني مفاصل، الم المفاصل، تاثير على العمود الفقري، حاجات كتيره جدا بيبقى لها مشاكل في السمنه المفرطه. فده بيحتاج ان انا اوضح له مزايا الجراح. انما لو مريض عندي حضرتك ما بين 25 ل 30 بعد حساب كتله الجسم زي ما قلت لحضرتك، ده طبيعي ان هو بيبقى شاب بس مليان شويه، محتاج ان انا اوجهه اقول له معلش حضرتك هتتعب، لازم انت تبذل مجهود، لازم يبقى فيه تنظيم للاكل، لازم يبقى فيه ممارسه رياضه، لان ده غالبا بيبقوا لسه صغيرين في السن كمان. صحيح. فلما انت حضرتك هتوضح له هو بالتاكيد هيفهم. جميل. مخاطر العمليه في المرحله دي ان بعض الحالات بيحصل حضرتك بعض الامكانيه ممكن يحصل تسريب من المكان القص، ولو ان الحاجات دي حاليا معظم المضاعفات حاليا مع تطور التقنيات اللي موجوده بقى تكاد تكون هي شبه يعني قليله، لان حضرتك دلوقتي بقى الدباسات في حاجه اسمها الدباسات الذكيه اللي هي النوعيات في العشق، يعني بغض النظر عن ذكر اسماء الدباسات اللي هي بتبقى ما بتقصش قبل ما تديك ضوء اخضر موجود الكترونيك بتقول لك لا خلاص تمام، لو هي في حاجه مش ماسكه بتدي ايرور فانت لازم بتغير تمام فيها. حلو. مشكله ما تدبس قبل دقيقه ما يعني دقيقه دي جديده، دي تقنيات جديده موجوده، فبالتالي المضاعفات قلت بنسب كبيره. جميل. دكتور مثل ما ذكرت قبل شوي ان السمنه اصبحت تصيب اعمار صغيره تمام او شباب يعني في بعدهم مقتبل العمر، ولكن شو السبب اللي خلى هذا الموضوع منتشر؟ شو السبب اللي خلى السمنه فعلا منتشره في هذا الوقت؟ والله حضرتك الموضوع ده بيرجع لستايل الحياه ذات نفسه اتغير، طبيعه الحياه اتغيرت. يعني ايام زمان الوضع كل تقدم الحياه وتطور التكنولوجيا بتخلي حضرتك ان انت اللي هي بيسموها الحياه نوعا ما اللي بتبقى فيها مرفهه، ودي ما عادتش متاحه على حاجه معينه بقت لكل الاطفال. يعني حضرتك دلوقتي الطفل الصغير لو انت عندك ابن حضرتك او تلاقي حضرتك ممكن بياخد التليفون بتاعك، هو كل حاجه تطور التكنولوجيا والاجهزه الالكترونيه التليفونات السمارت فون الذكيه، فبقوا يقعدوا فترات كبيره ما ممكن ما يفضلش ان هو يتحرك ولا يمارس رياضه، وممكن يلعب يعني ممكن يلعب كرة قدم على مع صاحبه ويلعب ألعاب اللي هي بتبقى على الأونلاين وما يمارسهاش في الحياة. فالطبيعي المخ في هذه الحالة بيفرز الهرمونات كأنه بيلعب رياضة بالظبط. يعني أنت حضرتك لو بتلعب كورة بتلعب مثلا أي رياضة الجسم بيفرز هرمونات، وفي نفس الوقت العضلات بتبذل طاقة
فانت بتستهلك الحاجات دي، انت طبيعي اوريدي بتمارس الرياضه. طيب. انما في نفس الوقت لما تبقى حضرتك قاعد وبتلعب رياضه، نفس الجسم بيهيئ نفسيا ان انت في نفس الحاله انت بتجري فيها، بس انت بالفعل قاعد، فبتبدا تتكون الدهون في الجسم. جميل. ده بخلاف حضرتك طبيعه الاطعمه بعض الشباب وخاصه صغار السن، عشان كده بدات انت تلاحظها في اعمار الصغيره، بتفضل الاطعمه الجاهزه، بيتزا، الاطعمه اللي هي اللي بيسموها الاطعمه السريعه، وجبات السريعه دي فيها كميه دهون رهيبه. جميل. ومع عدم حرقها فبتتكون في الجسم. جميل دكتور، ولكن ما بعد عمليه التكميم اذا فهذا الشخص يعني عمل عمليات التكميم وغيره، هل من الممكن ان يرجع الى وضعه الطبيعي؟ هل من الممكن ان يرجع في فتره السمنه يرجع الى السمنه مره ثانيه؟ لان مثل ما ذكرت ان هذا الشخص يعني تعود على الحياه المرفهه او الوجوده فيه طبعا الاجهزه الموجوده وغيره، فهو حياته مثل ما قلنا كله قاعد، يعني ما يسوي الرياضه وغيره، ولكن كيف يمكن ان يبتعد عن هذا الموضوع بعد العمليه؟ حضرتك النمره واحد، السؤال حضرتك الاولاني ممكن اجزئه لجزئين. هل العمليه ممكن ترجع بعد ما بنقص المعده؟ وارد، لان حضرتك لو المريض ما استغناش عن العادات اللي هي ادت الى النتيجه دي هترجع تاني. يعني هو لو بياكل سكريات وفضل ياكل نفس السكريات، شوكولاته وجاتوه، او بياكل كميات وفضل يرجع تاني، مع بالتدريج بيلاقي المعده بترجع لحجمها الطبيعي، بيرجع لزياده في الوزن بالتدريج. فده بيحتاج حضرتك ان هو يغير من اسلوب حياته، اللي احنا قلناه حضرتك ان هو كده كده برضه حتى مع العمليه محتاج ان هو يغير من حياته. العمليه بتساعده، ده الجزء الثاني، ايه العمليه بتعمل، ايه العمليه بتساعده؟ يعني ان هو مش قادر، لان في بعض الاحيان ودي بتبقى بعض المرضى خارج عن ارادتهم، المعده فيها جزء مستقبلات هرمون الجوع بيفرز جامد، فتلاقي المريض ممكن قاعد ياكل وبعدين يقوم لسه قايم يحس انه عايز ياكل ثاني لسه، وهكذا. ده حضرتك انا بساعده لان الجزء ده بينشال فهو بيحس بشبع. صح. غير كده ان بحول المعده من ان هي عامله اشبه بالكيس لانبوبه، فبالتالي مفيش مكان لتخزين الاكل، الاكل بينزل كله زياده، هو ما بياكلش غير حاجته لانه حاسس ان هو مش عندوش احساس بالجوع. صح. في عنده احساس بالشبع، بياكل كميات بسيطه اللي هي على قد الجسم ما بيحرق، وبالتالي الجسم بيبدا يحرق الخلايا الدهنيه اللي موجوده عنده. جميل. فبالتالي بيبدا يخس، هو ذات نفسه بتحصل عنده شعور ايجابي، بيبدا يحس ان هو عنده سعاده بتخليه ان هو عايز يحافظ على هذا المستوى، مش عايز يرجع له تاني. بيبدا مثلا يلبس هدوم ما كانش بيلبسها، مقاسات، يدخل مثلا محل فيه، كان الاول بيشتري من محل او محلين معينين اللي هو المقاسات الخاصه بيشتري، دلوقتي يدخل مع اي محل عادي بيشتري زي اي حاجه، فبيبدا يحس ان هو في فترات حاجات ممكن تكون فاتت من حياته قبل كده هو ما حسهاش، بيبدا عايز يحس بهذا الشعور، فبالتالي ما بيقدرش يستغنى عنه، بيبدا يبذل الرياضه ويحاول يحافظ على هذا المستوى. جميل دكتور، يعني دائما هناك يقال ان ارتباط كبير ما بين السمنه وبين السكري، مرض السكري. تمام. فما هو هذا الارتباط وكيف يتم هذا الارتباط اساسا؟ حضرتك بالنسبه لمرض السكري، هو الحته دي معلش هتبقى ممكن زياده بس اسمحك فيها نقطه بسيطه، ان السكر عندنا نوعين اتنين. في نوع اللي هو اسمه النوع الاول، وده بيبقى مولود الطفل بيه، ده بيعتمد على الانسولين، لانه بالفعل البنكرياس عنده ما بيفرزش انسولين، فبالتالي هو محتاج ياخد انسولين، فانت بتديله الانسولين عن طريق الحقن. وفي دلوقتي حاجات متقدمه جدا للاطفال، الساعات اللي بيلبسوها على ايديهم بتدي في مواعيد معينه تدي لهم الجرعه من غير الالم. حلو. من غير احساس الشكاكات وكده. اما بالنسبه للنوع الثاني، النوع الثاني ده لازم بيعتمد، ده اكوايرد، يعني حضرتك بيبقى مكتسب، ده مكتسب مع الوقت نتيجة ان المريض ذات نفسه بياكل كميات كبيرة. فده اللي بيحصل ايه؟ ده النوع اللي احنا بنتكلم عليه بقى، وعلاقته ايه بالسمنة؟ النوع اللي احنا بنتكلم عليه ان المريض بياكل كميات كبيرة، كميات دهون، كميات وجبات سريعة، في الحالة دي حضرتك البنكرياس محتاج يفرز انسولين، فانت حضرتك بتجهد الانسولين اللي موجود، ما بيقدرش يكفي حرق الداخل اكتر من اللي الجسم بيفرزه. فعلا. فبالتالي بيصاب المريض بالسكري، اللي هو ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، لان ما فيش حاجة بتحرقه، جلوكوز موجود في الدم ما فيش انسولين كافي ان يحرقه، فبالتالي بيرتفع، بالتالي بيبدأ يأثر على اجهزة الجسم. اللي احنا بنعمله في علاج مريض السكر، احنا بنديله انسولين او بنديله علاج على حسب كميه السكر. في حاله حضرتك تدبيس المعده، ده علاج له يكاد يكون كمان ممكن يبطل الانسولين او يبطل العلاج خالص، وبالتالي يعني ما ياخدش علاج نهائيا، فبالتالي المريض يحس ان هو خف تماما، هو مازال عنده سكر بس هو بيبقى خف. ليه حضرتك؟ احنا شلنا المعده، فبالتالي هو بياكل كميات معينه، فبقى اللي داخل على قد الانسولين اللي البنكرياس بيفرزه، فبالتالي بيخف منه.
بيحس ان هو مش محتاج بقى ياخد ادويه خلاص تمام. فده برضو بيديله نفس الشعور بالايجابيه ان ما عادش مضطر ياخد الحقنه الصبح او بالليل اللي هي برضو مهما كان بتتعبه نفسيا محتاج ان لازم العلاج يمشي بيه. لا خلاص حاسس ان هو شخص طبيعي. يعني بعد ما يعمل عمليه التكميم يمكن انه يروح عنه هذا المرض؟ ممكن مش يروح عنه حضرتك، ممكن ما يحتاجش ياخد علاجه، بس المرض موجود. لو رجع بنفس ستايل الحياه، لو رجع برضو ياكل كميات هيرجع يزيد في الوزن، هترجع المعده لحجمها الطبيعي. انما لو فضل محافظ على نفس الوزن ونفس المستوى ونفس تعليمات الطبيب المعالج اللي هو ماشي معاه، طبعا ان شاء الله الرحمن مش هيحتاجه تاني تماما خالص. جميل. طبعا التعليمات دي بتبقى بسيطه، مش هيحتاج منه غير ان هو يعني ممارسه رياضه بسيطه وتمارينات الرياضه. مش حضرتك اقول له روح ارفع اثقال، دي حاجه ترجع له، بس انا بالنسبه لي التمرينات زي تمرينات السويدي اللي هي اللي يعني ممكن يمارسها في البيت بسهوله، او اللي هي العجله اللي هي ممكن يعني حاجات بسيطه. مع حضرتك تنظيم الاكل، وبرضه بالنسبه للمريض بعد السمن بعد التدبيس برضه عايز اقول المعلومه دي ان احنا حضرتك ما بنحركش عليه حاجه معينه، يعني ممكن نقول له كل براحتك، بس كميات هو كده كده هياكل كميات بسيطه، بس بنقول له كل على فترات معينه فالعمليه ما بيحسش بيها. جميل. طبعا دكتور موضوع واسع وايضا موضوع كبير يمكن الواحد يتعمق فيه، ولكن احنا نشكرك دكتور محمد محمود شحاته على وجودك معنا اليوم في هذه الفقره. كل الشكر لك، يعطيك العافيه على ما قدمت لنا يا فندم. شكرا جدا لحضرتك، شكرا لينا وشكرا لحضراتكم ولاستضافتكم الكريم. شكرا لك. ونتمنى ان شاء الله نكون عند حضراتكم دائما باذن الله. ما قصرت، يعطيك العافيه. شكرا لحضرتك. شكرا فندم. اذا مشاهدينا، الرياضه هي التعبير عن الحياه والنشاط الحيوي، فالانسان الذي يمارس الرياضه في حياته هو الانسان القادر على التعبير عن روح الحياه التي تتسم بالحركه والديناميكيه، بل أن الإنسان بممارسته للرياضة يحقق مقاصد الحياة وأهدافها التي تتطلب بذل الجهد والنشاط. واليوم أكيد بنتعرف معكم على إحدى هذه أنواع الرياضات من خلال تقريرنا التالي. تختلف أنواع الرياضات القتالية التي يمارسها الناس حول أنحاء العالم، وكل رياضة منها عبارة عن نظام موحد من التمارين والعادات والتقاليد، وتتناسب هذه الرياضة أو الألعاب مع الأشخاص الذين لا يخافون من الالتحام المباشر مع الخصم ويرغبون في الدخول في منافسات. ضمن هذه الرياضات القتالية منها الجودو التي لها العديد من القوانين والقواعد التي يجب اتباعها عند البدء بممارستها، منها تحية الجودو في بداية المباراة ومنطقة اللعب مثل بساط مخصص لحماية كل لاعب من الضربات والكدمات التي قد تصيبه أثناء اللعب وغيرها من القوانين المختلفة. تعتمد رياضة الجودو على التركيز العقلي والقوة البدنية بهدف السيطرة على الخصم، إما بتثبيته أو رميه على الأرض. طبعا شفنا معكم مشاهدينا هذا التقرير، تكلمنا معكم اليوم عن الرياضة وقبلها عن موضوع السمنة، فارتباط كبير ما بين هذين الأمرين الرياضة والسمنة. دائما ترتبط السمنة بطبعا الرياضة، من ناحية طبعا ممارسة الرياضات يمكن الشخص يغتني أو أنه تبعد الشخص عن موضوع العمليات اللي قاعدين نشوفها اليوم بشكل منتشر. فتعتبر الرياضة أكيد من أهم الأشخاص اللي يمكن للشخص أن يمارسها في بداية يومه أو حتى في نهاية اليوم. مشاهدينا طبعا إلى هنا وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث المساء، نشوفكم إن شاء الله في حلقة يوم غد، وإلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أنا محمد البلوشي وتحيات طاقم العمل، تصبحون على خير.